على المستوى الشخصي أو في مجال العمل تمتلئ حياتنا بالمواعيد والمناسبات التي لا بد لها من تنسيق وتخطيط، ويستحسن أن يتم تسجيل كافة المواعيد والمناسبات على التقويم حتى يمكننا في أي وقت مراجعة المناسبات والمواعيد الهامة في وقت ما. ويتيح لنا تقويم أوتلوك أن نسجل 3 أنواع من العناصر على التقويم، وهي المواعيد والأحداث والاجتماعات. أما المواعيد فهي الأشياء التي تريد تسجيل وقت حدوثها على أن تتم في جزء من اليوم. والأحداث هي مواعيد من نوع خاص تستغرق يوما أو أكثر، وفيها يمكن تسجيل أعياد الميلاد والإجازات والمؤتمرات. أما الاجتماعات فهي مواعيد تستلزم التنسيق مع أطراف آخرين من المفترض أن يتم دعوتهم لحضور الاجتماع. وفي هذه الحالة يساعدك أوتلوك عن طريق الشبكة المحلية في البحث عن الوقت المناسب لجميع المدعوين لحضور الاجتماع، كما يقوم بإرسال دعوات لهم عبر البريد الإلكتروني ويستقبل الردود بنفسه ويسجلها، وبهذا الشكل يساعدك على التخطيط للاجتماع. وعندما يحين وقت اجتماع أو موعد أو حدث سوف ينبهك أوتلوك قبله بوقت كاف تستطيع أن تحدده بالنسبة لكافة الأحداث والمواعيد أو بالنسبة لموعد أو حدث واحد عند تسجيله. كما تستطيع أن تستعرض تقويمك بعدة أشكال مختلفة بحيث يظهر يوم بالكامل في الشاشة أو يظهر أسبوع عمل أو شهر، وتستطيع ببساطة أن تتجول داخل تواريخ القائمة أو تتنقل مباشرة لتاريخ معين بعدة طرق سهلة وبسيطة. ويمكنك أن تقوم بتحديد أي موعد على التقويم بالنقر عليه بالماوس، كما تستطيع أن تنقر عليه نقرا مزدوجا لتعديله، كذلك تستطيع تعديل أي شيء ظاهر فيه بدون فتحه. وفي أي وقت تستطيع أيضا أن تقوم بطباعة تقويم فترة معينة حتى تراجع مواعيدك فيها على الورق.